السلام عليكم، مرحبا بكم، مرحبا بجميع الإخوان والأخوات، جميع الحرار والحرائر بالمغرب، بجميع البلاد العربية وبالخارج. شاهدت واحد الفيديو على هذا المرأة اللي يعني الحامل الذي استغرق حملها 9 سنين، وأتاها راقون من جميع أنحاء المغرب وحتى من الخارج. إيوا سبحان الله، إحنا عندنا واحد الحمل هنا. خوتي كتسمعو الوضع في الحسينة، معاناة هاد الناس هادو. هاديك غير مرا حاملة، جا الإعلام قال شكون جا. هذا الشعب بأكمله بالريف ينتفض منذ مقتل شهيد محسن فكري، ولا يزال يعاني وأولاده مسجونين، شباب الريف كلهم مسجونين. وهاد الناس كما شفتوها هما في وقفات احتجاجية، ولا من مجيب، بل طم الكبرى انهم كيزيدوا يعتقلوا في الشباب في القاصرين، وهو ما جات حتى شي حد يحل هذا الملف هذا. وزاد عليهم دابا الجرادة، هما دابا مشاو للجرادة صيفطوا له داك الوزير يسكت لهم شوية الطرح. وشو الإعلام المغربي الورقي والإلكتروني يسوقو مهزالة المرأة اللي هذه 9 سنين وهي حاملة، من 9 سنين ولا 3 سنين ولا 4 سنين، وأنا باقي براسي تانا هذه ما عرفتش شحال وأنا حاملة، واقيلا من 2011 وأنا حاملة. إيوا حتى انا خاصني داك الراقون يمكن. وشوفوا تشوفوا فين تلعبوا، الا ما حليتش عينيكم المعقول المعقول غادي يجي وتخشى فرض عليكم راسو. سمعوا معاناة هادو في الريف اش كيعانيو الناس، الا ما المسؤولين ما استجبوا لهذا الشيء هذا اش كينتظروا، اش كينتظروا. سمعوا هادوما سيادنا وحبابنا النساء ديال المكناس، هما تا هما حاملين هادي ما عرف شحال، تا هما عندهم معاناة ومعاناة وعندهم أسر تبعها وعندهم أولاد، ها هما تشردوا سبعوا المعاناة الحقيقية وخليونا من التفلية. ديالو اللي هو كريم التازي، ولا داروا
باش يشردنا، لانه هو واخد داخل تحدي باش يشرد العمال والعاملات. وهاد الشركه نخدم فيها مده ديال 40 سنه، كل عامله عندنا هنايا كاين اللي مريضه، كاين اللي ارمله، كاين المطلقات، كاين بزاف ديال اصناف المجتمع. وعندنا ولينا الانصاري كلان هذا حتى لنا لا ميتيل ديالنا، هو اصلا تقطع لنا من الصالير ديالنا وخداها لنا، وتقطع لنا الضمان الاجتماعي من الصالير ديالنا وخداها لنا، وخدا لنا الاجور ديالنا هذه المده ديال ايوا شتو سيادنا ثلاثة ديال الاشهر. وحنايا ما حنا جالسين في الشارع كنطلبوا الحق ديالنا، ما لقينا حتى شي واحد اللي غادي يسمعنا، لا السلطات ولا المسؤولين ولا حتى شي واحد. جلسوا الناس ديالنا ليكيليكي ديالنا، جلسوا مع العامل ديال مدينه الناس، وكانت واحد الوعود ولكن هي وعود كاذبه، ما كاين منها حتى شي حاجه. جلسوا السيد غيتوعد قدام العامل انه غيدخل يحل لنا الشركه، كانوا غادي يحل الشركه نهار جوج شهر 11، اما لحد الساعه حنايا 14 جوج شهر واحد، مازال ما كاين حتى شي حاجه. توعد انه غيحل الشركه وغادي يعطينا الاجور ديالنا وغادي يستعفوا العمال، ولكن كلها وعود كاذبه. كان العامل تيعطي وعد ولكن مين تيخرج حتى حاجه ما كاينه. علاش؟ لان هاد السيد هاش كيتسناكم التعليم اللي ما غيبقاش مجاني. شوفوا اش كيتسناكم ايها المواطنين والمواطنات اللي مشيتو كتفرجوا ليا المراه اللي حامله، راكم نتوما اللي حاملين المصايب الكبرى، مازال جاياكم المصايب والمصايب الا ما فقتوش. حقيقه التعليم ما خصش الواحد يغامر في هادشي، ولكن هي اولا ماشي جديده، مش الناس يكذبوش على عباد الله. راه التقرير راه تحط هذه اكثر من عام وزياده، دونك ما كاين حتى شي حاجه اللي هي جديده. وكان في هذاك التقرير اعتبرناه هنا حنا خطير هذه القضيه ديال المس بالمجانيه للتعليم، وهذا الشيء تواطئ فيه حتى حكومه العدل والتنميه، الحكومه السابقه راه كانوا متفقين على هذا الشيء، حتى من داخل ديك المؤسسه كانوا متفقين. ولا مشيو للتصريحات ديال جميع الوزراء منهم ديال العدل والتنميه، لا التربيه ديال التعليم العالي وشي حاجه كيتكلم على نخرجوا من هذا الشيء ديال مجانيه التعليم. اكثر من ذلك رئيس الحكومه هذه عامين ونص كان قال في ندوه كبيره امام البنك الدولي، قال لهم بان خص الدوله تزيد دعم للتعليم والصحه. احنا اعتبرناه خطير بان هذا خط احمر، حيت ما كاين حتى شي دوله متقدمه في العالم، وانا كنقولها وناكد عليها، حتى شي دوله متقدمه في العالم اللي تخلات على الاستثمار في التعليم العمومي. راه بالتعليم العمومي هي اللي كتبني المجتمع، لو بغيتي تصلح المجتمع راه خصك تستمر وتستمر نقولوا بجميع الطاقات في التعليم. ايوا شفتوا سيادنا، التعليم اصلا هو منهار، وهاش كيتسناكم الحكومه يا سيدي؟ قالت لك خصنا نرفعوا يدينا على التعليم، مع ان في الدول الغنيه اللي غنيه والناس ديال الاغنياء التعليم بالمجان، التعليم كله اغلبيه الدول الاوروبيه وكندا كلشي التعليم بالمجان، ومازال كيوكلهم يشربوا التعليم الابتدائي الى البكالوريا، كياكلوا وكيشربوا وكيديروا رياضات وكيديروا جميع الانواع الانشطه من الموسيقى والمسرح وكل الانواع يعني واشياء لا يتخيل في ذهنك. قال لك يهزوا يديهم على التعليم والصحه، اصلا التعليم انتم شايفين فين وصل التعليم، والصحه راكم شايفينها ما كاينش كاع الصحه، وعاد يهزوا يديهم على من؟ على الخراب. اصلا هو كلشي خراب، خراب في خراب، والميزانية تسرق والميزانية مهم يتخبطونها تخبطا عشوائيا. عاد مازال قال لك غادي يهزو يديهم، وانتوما سيروا تفرجوا ليا في الحلايق، الحلايق الحلاقي، مازال مغرب الحلاقي والحلايق، المرأة حاملها بتسع سنين، باش هاد الخرافات هادي؟ كيشي انسان بعدا كيحمل بتسع سنين، راه حاملة بقرن. شوفوا راسكم باش حاملين الهموم اللي حاملين، بقات لكم غالبة. شوفوا المصايب ديالكم واللي مازال جاية المصايب.
وهذا مسكين هذا اللي قال لك في 5 دقائق رجع لك رشا لاصقه فيها، وكون عاجزه ولي انا تاني كرشي تلصق فيا، هي ما لاصقاش فيا، ما عاد في لاصقه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اخر الزمان مصايب وعجائب، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فيجب اخراجه عشان الحاله ما تتسممش وتموت. ازاي انت يا سيدتي الكريمه معتقده ان اللي في بطنك حمل ومن 9 سنوات؟ الحاجه الوحيده بقى اللي انا استغربت منها ان اليوم احد دعاني للبث المباشر عملوا مجموعه من الرقاه في الفيسبوك، وصل عدد البث المباشر ما يقارب من 13,000. دخلت وقلت لهم يا جماعه ادوني 5 دقائق بس عشان اقرا على السيده ديت واعرف احدد لكم المشكله بتاعتها، وتجد ان الراقي متاثر جدا بالقراءه وكل خشوع وعمال بيقرا والبطن عماله تتلجلج شمال ويمين وهو شغال قرايه، نهارك ابيض يا اخي. انت ما تعرفش ان لعلقه البطن اللي قدامك ديت دليل على ان العارض اللي موجود في المعده متاثر؟ هي لازم ان السيده تغيب عن الوعي ولازم ان الشيطان اللي جواها يكلمك؟ وين عقلك حبيبي؟ انت ما تعرفش تفرق بين اعراض السحر الماكول واعراض سحر المقابر؟ انا اعرفك. شوف يا اخي الكريم، حسب ما اتعودت وتعلمت من الرقاه اللي بقى لهم ما يقارب من 50 سنه في الرقيه وجل. شو هذا مسكين من مصر؟ بغى مسكين يعلم وشكيل. اخونا من مصر سبحان الله بقات فيه المرأة وباغي مسكين يحل المشكل. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ايوا هذا ما نقول لكم، ها فات الساعة هادي المسائل راها غدا من اسوأ الى ما هو اسوأ، والاختيار بيد الشعب. الآن الشعب في محطة تاريخية حرجة، يختار إما الخلاص وإما راه الطوفان راه فيه فيه بلا ما غنقولوا الطوفان، ولا الحرية والطوفان، ولا الإسلام والطوفان، ولا العدالة والطوفان. كتروا هاد الكلمات اللي كيتزادوا مع الطوفان. الطوفان راكم فيه، ماشي الطوفان صعبكم غادي يهيج البحار وتجي سفينة نوح ولا يعني تغطى الارض بالماء. الطوفان راه مره واحده وقع في الدنيا، راه وقع مع سيدنا نوح، غادي شي وقع شي طوفان اخر صافي، ما كاينش شي طوفان واحد اخر. هو ما يوجدوا راسكم الطوفان وجدوا المظلات انتم، حيت عزيز عليكم لي بارابلوي، ايوا وجدوا لكم لي بارابلوي بين الطوفان اللي جاي. وبداو تصاوبو تاتو بس سفينة نوح، بداو شوف لكم شي خشيبة ديرو سفينة نوح. ايوا المهم نخليكم تتفكروا في الحلول، واش البارابلوي ولا السفينة تلقاو تقروا قولوها ليا. ايوا عندكم القشاني مشاهدات وصلت لمليون بحال اللي وصلت المرأة اللي حاملة ب9 سنين. انا حامله ب11 عام ماشي 9 سنين، وكي جيتكم. ايوا مع السلامه عليكم، وعاش الشعب المغربي حرا ابيا. يا الله مع السلامه.